امبارح وانا بقرا انا في ساوي، انا بفايز بنفسي. لقيت امامي كاتب يعني تقدمت وفقا لطلب كثير من المحامين. انا كنت عازف الحقيقه على الترشح، لكن كثير من الزملاء المحامين ازاء تدهور الحاد بمرفع نقاط المحامين وتراجع الخدمات على كافه الاصعده، سواء من حيث الخدمات المهنيه، الكرامه، اهانه المحامي، معاملته امام القضاء، معاملته امام النيابه، معاملته في اقسام الشرطه، تراجع حاد، ما فيش خدمه علاجيه، ما فيش معاش. نقابه المحامين اصبحت ادوات النظام فقط، منحى سياسي لخصومته، خصومه نقيب المحامين لتيار سياسي معين احنا عارفينه. انا تقدمت لاعيد نقابه المحامين هيبتها. انا بتعهد ان اقدم مشروع خدمي. كفايه سياسه بقى، يعني كفايه سياسه حزبيه. انا طبعا نقابه المحامين طول عمرها تمارس العمل السياسي الوطني في القضايا القومية وفي القضايا الكبيرة، لكن العمل السياسي الحزبي لا، كفاية. عايزين بقى نتفرغ، شباب المحامين اللي مش لاقيين شغل، عايزين نحاب، مع ان النقابة قادرة بفضل الله انها توفر لهم شغل، توفر لهم فرص عمل. عاوزين نشوف المعاش اللي بيضحك على المحامين كل مرة وكل فرصة انتخابات، ودغدغ مشاعرهم بمشروع الدفعة الواحدة. لا، انا جاي بمشروع خدمي بالمقام الاول بتقدم بيه علشان نعين لنقابة المحامي هيبتها. اولا كرامة المحامي، يتعامل كويس في اسم الشرطة، يتعامل كويس في النيابة، يتعامل كويس في القضاء، مفردات كتيرة. كمان عاوزين نتكلم في الخدمة العلاجية، عاوزين نتكلم في المعاش، عاوزين نتكلم في يعني دور نقابة المحامين للمحامي. بينادوني انزل اروح سباك، وان شاء الله بعد ايه على طول اول زياره هتكون لسباك.